إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع وأهلا وسهلا بكم جميعا. إخوان، فيديو اليوم غادي نتكلموا فيه على مجموعة من المواضيع، من بينها مطار باريس تيعلن على وعد البلاغ اللي تهم الرحلات يوم الأحد والاثنين. غادي نتكلموا كذلك على واحد الطلب اللي قدموا اليسار الفرنسي إلى البرلمان الأوروبي. غادي نتكلموا كذلك فيما يخص الإخوان الأخوات المقيمين في إيطاليا، تنعلموا بأنه منذ فترة كاين واحد حملة كبيرة ويعني شرسة على مراقبة ديال الوثائق والإقامات هنا في إيطاليا. منذ يومين أو ثلاثة خرج قرار من وزير الداخلية فيما يخص لولاة الأمن في كل المقاطعات، في أغلب المقاطعات الكبيرة، بتشديد المراقبة لا في محطة القطار لا في الساحات. كاين خبر حتى على بعض الأماكن الأخرى. الإخوان، غادي نتكلموا كذلك على الصورة اللي صورة اليوم في المملكة المغربية، الصورة الصادمة في المغرب. تنشوفوا البصلة الثمن ديالها ولا 17 درهم، البصله اللي كانت الثمن ديالها درهم ونص جوج دراهم في المملكه المغربيه، مملكه الفوسفات. تنشوفوا كيفاش تيعانيو الفقراء، وغادي نتكلموا هذا بسبب هذا الشخص، هذا الاخطبوط ديال المال والاعمال في المملكه المغربيه، ولا كذلك كل المسؤولين. اذا الخبر الاول الاخوان، مطار باريس تنعرفوا منذ يومين ومنذ البارح خرج لنا بلاغ من شركه ديال الخطوط الملكيه المغربيه بانه تم الغاء مجموعه من الرحلات اللي غادي تكون اليوم والغد. هنا كنا كاملين عندنا هذا الخبر، ولكن جاء خبر اخر، اعلن مطار اورلي في العاصمه الفرنسيه باريس عن الغاء عدد من الرحلات الجويه بسبب اضراب العاملين احتجاجا على قانون التقاعد الجديد، وسيكون الغاء وفقا لما يلي: 33% الاخوان من الرحلات اللي غادي تكون كامله ماشي للمغرب لاي وجهه، 33 يعني ربع الرحلات اللي ثلث الرحلات اللي غادي يخرج من المطار ديال اورلي يوم الاحد فهو ملغي. يوم الاثنين كذلك غادي يكون الغاء ديال 20% من الرحلات. الاخوان، ردوا البال، ماشي المملكه المغربيه، راه الرحلات الاجمالي الكم العدد الكبير ديال الرحلات اللي تخرج من مطار اورلي 33% نهار الاثنين نهار الاحد غادي تكون ملغيه، و20% غادي تكون ملغيه يوم الاثنين. يعني كاين استمرار ديال الاحتجاجات في فرنسا، وهذا اللي تنشوفوه يعني بكم كبير. لذلك حتى اليسار الفرنسي فهو طلب اليوم من البرلمان الاوروبي ادانه العنف الممارس من طرف الشرطه ورجال الامن على المتظاهرين، وهذا اللي متقنوا فيديوهات يعني وثقات الحالات ديال العنف والضرب والاعتداءات الجسديه على المتظاهرين من طرف الشرطه وطرف رجال الامن، وهذا اللي جعل يعني بعض المنظمات الحقوقيه، ولا حتى اليوم قلت لكم اليسار الفرنسي لا غوش في لا فرونس، طلبوا يعني من الاتحاد الاوروبي باش يخرج بادانه، بقرار ديال ادانه لهذا العنف، لانه العنف تنشوفوا يعني تجاوز كل الحدود، وهذا جزء من المكائد ديال فرنسا اللي كانت يعني اللي زرعت في اثناء الربيع العربي في مجموعه من الدول. تنشوفوا اليوم فرنسا تعيش الربيع الفرنسي. نتمنوا ربي يحفظ الاخوه والاخوات ديالنا، وهاد الحكومه ديال ماكرون دفع الثمن غالي، وبالخصوص هذا ماكرون هذا اللي دائما كان الهم الوحيد ديالو هو محاربه الاسلام والمسلمين، وهذا حتى قرار اللي خرجوا به البارحه، يعني خرج قرار ديال تنعرفوا رمضان تيكون واحد الحمله ديال الائمه ويعني الحافظين والحاملين لكتاب الله والدعاة يمشوا الى مجموعه من الدول الاوروبيه. هاد السنه هذه الاخوان والاخوات يعني اللي مكلفين اللي كانوا غادي يمشوا في هذه الحمله الى فرنسا، فلغايه الساعه تم رفض منحهم تاشيرات. لذلك كاين واحد الخصاص في مجموعه من المساجد في فرنسا، مجموعه من الائمه يعني كانوا انهم غادي يمشيو يقوموا ب يعني امامه الناس في رمضان، ولكن ما تمكنوش باش يحصلوا على التاشيره. نمشيو للخبر الاخر الاخوان، اللي قلنا في ايطاليا منذ فتره وبعد ما جات هذه الحكومه الفاشيه النازيه ديال ميلوني، كانت واحد الحمله شرسه ديال المراقبه على المهاجرين وعلى الوثائق والاقامات، واش الانسان يعني، وكاين حمله ديال الترحيل، وهذا اللي حتى في يومين الاخيرين كان خرج قرار من عند وزير الداخليه بيانتي دوزي، عطاه مجموعه من الولات من بينهم الوالي ديال ولاه الامن ديال روما، ميلانو، نابولي، فيرنس، يعني كان عطاهم هذه الاوامر باش يكتفوا الحمله من جديد ويشدوها بزاف في هذه الايام المقبله، وهذا اللي لاحظناه بزاف. وكاين حملات ديال الترحيل الاخوان، وكاين من غير محطه ديال القطار، راهو كاين
حملت لي شهدتها فيرنس البارحة. المناطق المجاورة فيرنس كانت واحد حملة على دوك الأماكن المنازل يعني المهجورة. تنعرفوا الله يحسن العوان كاين بعض الإخوان والأخوات في إيطاليا وفي بعض الدول الأخرى تي ما تيكونوا يعني مخصوصين من السكن تيلجؤوا دوك المنازل المهجورة أو معامل مهجورة أو بعض يعني العمارات تيكونوا خاوين تيمشيو تيسكنوا فيهم. وهاد الأيام الإخوة ردوا البال، راه كاين تكتيف ديال واحد الحملة على هاد المنازل المهجورة والمساكن المهجورة، كاين حملة وهذا هو اللي كان البارحة في فيرنس وتم يعني القبض على ترحيل واحد الأخين من فيرنس. اليوم كيف تشوفوا الإخوان يعني بليز دي كارابينين الكازولاري دي فيا غابيلا تروفاتي ريغولاري دي ريفيوتي، يعني كانت حتى في ريجو ميليا اليوم كانت واحد الحملة اللي شملت واحد السكن مهجور ولقاو فيه يعني مجموعة من النفايات، وهذا لا يهمنا احنا من تهمنا هو سلامة الإخوان والأخوات ديالنا المقيمين في إيطاليا. تم يعني توقيف كيف تشوفون الكورسو دي كونترولي كارابينيير انو انكي انديفيدواتو ايدنتيفيكاتو الانترنو ديال كازولاري ستي تشيتاديني ماروكيني، يعني تم توقيف وتحديد الهوية ديال واحد سبعة ديال المغاربة السن ديالهم من 30 37 سنة توتي ايريغولاري كلهم من غير يعني مهاجرين بطريقة غير شرعية مقيمين هنا بطريقة غير شرعية. اي بيركويستو كوندوت ان كازيرما بيريسيري اسبولسو اسبولسيوني يعني بيريسيري اسبولسي، يعني الاخوان هادو خلال هاد الحملة هادي ديال التمشيط ديال هاد المساكن المهجورة تم توقيف هاد الاخوان سبعة ديال الاخوان وتم اقتيادهم الى مخافر الشرطة الدرك، وغادي يتم يعني التهجير ديالهم والترحيل ديالهم الى المملكة المغربية. لذلك الاخوان حذاري حذاري في هاد الايام، ردوا البال ديالكم وتجنبوا كل مكان مشبوه الاخوان، هذا هو اللي نقدروا نقولوا. نجيو للخبر الاخير اللي تيهم الاخوان والاخوات ديالنا والاهل ديالنا في المملكة المغربية. صورة اليوم، هاد الصورة هي البطلة ديال اليوم في المملكة المغربية، البصل الثمن ديالو 17 درهم. هذا بسبب اش؟ بسبب وبفضل يعني هاد الحكومة، الحكومة الفاشلة، حكومة أخنوش، حكومة الإقطاعيين، حكومة البزناسة، حكومة الرأسماليين، الهم الوحيد ديالهم هو خدمة ديال المصالح ديالهم، والشعب يضرب راسه مع الحيط ولا ينتحر. لأن ملي تنشوفوا البصلة ولات غلا من المانجو، البصلة ولات غلا من الافوكا، البصلة ولات غلا من التيسير، هذا هو يعني هذا الفضل يرجع إلى هذه الحكومة. وبدون نسيان أنه أخنوش كان هو المسؤول على يعني البرنامج الأخضر والمغرب الأخضر أيام ما كان وزير الفلاحة قبل ما يتسلم الآن المفاتيح ديال تسيير حكومة دولة، وما أظنه أنه يعني في المستوى. وكيف تتشوفوا هذا الإخوان وشدد المتحدث أن الحلول في يد الحكومة من غير هذوك البروتوكولات اللي تيخرجوا لنا بحملات ديال قدام التلفازه شوفوا الكاميرا شاعله وتيضوا. كيف قلنا في فيديوهات سابقه الحمله او المراقبه لا تبدا باخر واحد في العنقود اللي هو مول الحانوت او مول الكريسات الخضراء، الحمله يجب ان تبدا من الفوق، من كبار المستثمرين، من المنتجين، من الشركات المنتجه، من اخنوش وامثاله، من اخنوش بحاله، من اخنوش اللي هو كيف تتشوفوا يعني خص الناس تكون مراقبه بحال هاد الاخطبوطات، بحال هاد اصحاب الشركات. هذا ولا هذا حتى هو اللي خرج البارحه، خرج بواحد التويت تيقول هذا اللي هو بن سعيد وزير الثقافه تيقول بانه تيرد على الطرشات ديال الحكومه الفرنسيه تجاه المسؤولين تجاه المغاربه بانه مستعد انه يتخلى على الجنسيه. بغيتي تخلى عليها تخلى عليها بلا ما تصدع لنا راسنا، ولكن حنا الطلب اللي عند المسؤول عند المواطن المغاربه هو انه بحالك يتخلوا على الوظيفه على المنصب وسير اخو لفرنسا ولا سير لاسرائيل ولا سير حتى للحبس، غير ميكو على المغاربه راه كرفصتوا الشعب المغربي. لانه هاد المسائل اللي تديروا فهي غير مشروعه غير قانونيه. عندكم وظائف، عندكم مناصب اللي تدخل لكم انكم تراقبوا، انكم تديروا سياسات ديال المراقبه، سياسات ديال تحديد الاسعار، ولكن نجدكم دائما تخدمون مصالحكم الشخصيه ومصالح امكم فرنسا او يعني الجهه التي تنتسبون اليها، لانه لا اظن انكم تنتسبون الى الدم المغربي او الاصول المغربيه. فكلكم يعني بزناسة وكلكم انتهازيون تنصون دم المغرب المغاربة لإخوان ديالنا والشعب المغربي. وتتسألوا المغاربة عن أسباب وقوف السلطات موقف المتفرج دون تحريك الردع.
في حق المضاربين الكبار. هذا هو اللي قلنا الاخوان، يعني الحكومه ماشي يجب ان تتحرك في حق او في وجه دوك التجار الصغار، يجب ان يكون تكون الحركه او يكون التدخل او يكون التغيير او المراقبه او الضرب يد من حديد على اكبر اعلى سلم اللي هما التجار الكبار. كيف شاركنا معكم في الفيديو ديال منذ يومين، المنتجين الكبار تيطالبوا انهم يبيعوا المنتجات ديالهم يصدروها بدل ما يبيعوها لاخوانهم المغاربه، لانه لا تدير عليهم ارباح مثل ما يصدروها برا. هذا هو اللي كاين الاخوان في هذا الفيديو. هذا نتمنوا لكم امسيه طيبه، افطار شهي وصيام مقبول، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.